أول موضوع رح نحكيه لليوم شائع جداً، أغلبنا لما بيقعد مع أي حدا بيسمع أنه عنده ناميات أو جيوب أو انحراف وتيرة، خاصة هلأ بهالفترة بتتأثر ممرات الأنف بالهواء البارد، وهالشي بيسبب إزعاج كبير للمريض. بالإضافة لهيك رح نحكي كمان عن اللوز وعن استئصاله، وبأي عمر ممكن يسمح الطبيب للمريض بالاستئصال. تفاصيل أكثر رح نتعرف عليها مع ضيفنا بالاستوديو الاختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحتها والمدرس في كلية الطب دكتور عبدو عيروت. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيك. موضوع مهم جدا إن شاء الله. أهلا وسهلا دكتور. بداية دكتور خلينا نوضح الفرق بين الناميات والجيوب وانحراف الوتيرة. تمام، هلا هذا الموضوع كثير مهم وهذا الموضوع الشاغل حقيقه هلا موسمه، لانه هلا بتعرفي الناس معطله مدرسه وعندها فرصه لانه يصير في استئصالات اثناء الاطال. نحن كلمه الناميات هي عباره عن لوزه، يعني هي جزء من لوزات الناميات اللي ممكن نشوفها بالصوره. نحن هي عباره عن لوزه اسمها لوزه بالعميه، وهي جزء من حلقه فالدير. حلقه فالدير عباره عن مجموعه من النسيج اللمفاوي اللي بدافع عن البلعوم والفم، يعني موجود بسقف البلعوم الاعلى، موجود بجزء من البلعوم الفموي، موجود جزء منه على اللسان، يعني عندنا لوزه اسمها اللوزه اللسانيه، موجود جزء منها بنفير اوستاش عم يدافع عن نفير اوستاش. هي الحلقه اسمها حلقه فالدير اللي هي مسؤوله عن الدفاع او المناعه تبع البلعوم. هذا موضوع نسيج لمفاوي مستقل نهائيا عن موضوع الانف. الانف في قرينات وفي وتره وفي امور ثانيه، هي امور تشريحيه عظيمه. نحن الانف عاده بيستقبل الهواء وبيقوم بترطيبه بتعقيمه وايضا بتدفئته، لذلك احنا عندنا مشكله كبيره اذا كان عندنا مشكله بالقرينات. القرينات هن شيء ثاني، اذا حكينا عن الناميات في بالخلف، القرينات موجودين بالانف وهن جزء اساسي لا يمكن الاستغناء عنه ابدا. قرينات عمليه استئصاله او القرب منها عمليه مضره جدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثير. نعم اكيد. طيب بما انه هلا عمليات الناميات كترانه هالفتره، يعني حابين نخصص حديثنا اليوم عن الناميات. تماما. شو هي اشياء اسبابها؟ هلا الناميات حقيقه اذا نحن شفنا بالصوره، نحن هي عباره عن نسيج لمفاوي موجود بالبلعوم الانفي، وهي الناميات عاده بتسكر مجرى التنفس، يعني هي بتسكر جزء من البلعوم الانفي. هلا مجرد تسكيرها البلعوم الانفي بصير تعمل لي اعراض. العرض الاول هو موضوع التنفس الليلي اثناء النوم. النوم يتنفس من تمه للطفل، وهذا بيعمل ازعاج على الجهاز التنفسي، على الجهاز على القلبي، ممكن ياثر على كثير من المواضيع على الفم وعلى رائحه الفم. زائد ممكن يصير عندي شخير، الولد بيصير عم يشخر. هلا الشيء الثاني انه اذا بنطلع بنلاقي انه هذه الناميات مربوطه بنفير اوستاش، وبالتالي نفير اوستاش عم تنفس من الانف هون. نحن الشجره الهوائيه، اذا عندنا شجره هوائيه تبدا من الجهاز التنفسي وتنتهي بالاذنتين، نحن الاذنتين تابعين للشجره الهوائيه. عمليا نحن اذا قدرنا نشوف انه في نفير اوستاش هذا موصول عن طريق البلعوم الانفي الى الى الى, إلى الاذن، عم تتنفس اذن عن طريقه. هلا وجود ضخامه بالناميات بيؤدي الى شو؟ الى اغلاق النفير هذا، وبالتالي بصير عندي مشاكل بالاذن اللي هي التهاب اذن وسطى متكرر. رح نحكي عن مشاكل ممكن تتعلق بالسمع، يعني انا رحت من وراء الناميات لموضوع نقص السمع عند الطفل، يعني احنا عم نحكي عن التهاب اذن وسطى مصلي، صار عندي مي بنسميها للعوام مي بالاذن ناتج عن وجود الناميات. اذا خطوره الناميات اولا بسوء التنفس، يعني ممكن تعمل لي شيء بسموه سليب ابينيا اللي هو تنفس ليلي خاطئ وممكن يوقف تنفس اثناء النوم. الشيء الثاني ممكن تعمل لي مشكله بالاذن، تاثر لي على الاذن. الشيء الاهم دكتوره انه نحن بصير يعمل لي ضغط، الناميات تضغط على شراع الحنك وعلى الفك العلوي، وبالتالي تعمل لي تقدم بالاسفل، بصير عندي شو تشوه، بصير عندي سحنه اسمها سحنه ناميات. بندرسها لطلابنا انه الطفل مجرد فوت على العياده بتقول له هلا امه هي عنده ناميات. هي اجراء بسيط، بنعمل صوره بسيطه للطفل، بنشخص تسكير المجرى للتنفس وبنقرر الاستئصال. واستئصال الناميات عمل ممكن يتم بعمر السنه، يعني كثير اهل بيستغربوا انه احنا يا دكتور عمره لسه صغير. لا هذا بنعمل له، احنا خايفين على شو؟ خايفين على سمعه. نحن ممكن يصير عنده التهاب اذن وسطى مصلي، ممكن يتراجع سمعه وبالتالي يتراجع حكيه. انا بخاف على الكلام، انا عندي اللغه مهمه جدا، اللغه لا يمكن تكون الا عن طريق السمع. السمع مهم جدا لحتى يكتسب اللغه، اذا ما اكتسب السمع او السمع تراجع اللغه بتتراجع. فانا حريص على انه لو بعمر السنه، انتبهوا بعمر السنه ممكن نعمل استئصال ناميات، لانه الاهل بيستغربوا ممكن تجريف الناميات بعمر السنه، وهذا عمر اقل عمر ممكن نعمله. اللوزات لا، اللوزات بدنا نطول بالنا لانه حتى يصير الجسم قابل انه او قادر انه اذا خسر شويه دم يعوضهم بشكل مباشر. نعم تمام. طب دكتور شو مضاعفات اهمال الناميات، وهل ممكن انه هي تسبب مشاكل تنفسيه؟ طبعا هلا احنا حكينا اول شيء صار عندي
اللي هو توقف تنفس بالليل اللي هو سليب ابنيا اللي هو بصير عندي عجز، وبالتالي الولد تعبان، الولد ما عنده اكسجين منيح، بصير عنده طول النهار كسل، بتلاقي نايم طول النهار، عم يعاني من تعب مش مستمر. الاختلاط الثاني حكينا عنه هو التهاب الجمجمه المصلي، وهذا اختلاط مهم لوجود الناميات. هلا كل مرضى بنعمل لهم شيء بسميه انبوب تهويه جروميت للاذن، بنقول لهم لازم نقيم الناميات مع المطريه، ما بصير نعمل عمليه الاذن بدون ناميات، كنا قديم نعملها انه بدون. هلا حاليا البروتوكولات كلها بتكون ايم الناميات مع الانبوب، الا اذا المريض عنده تربه تحسسيه لموضوع ثاني. الاختلاط الاهم اللي حكيته انا هو التشوه. حقيقه بتشوف هلا كثير اطفال مركبين جهاز تقويم بتتفاجئ انه عنده الناميات. هي رساله نحن اليوم نحكي انه اطباء التقويم طبعا مشكورين وكثر خيرهم بيعملوا تقويم اطفال وكذا، بس لازم ينتبهوا انه الولد عم تنفس من تمه ولا من انفه. اذا عم تنفس من تمه لا يمكن يستفيد من التقويم ابدا. فهي اختلاط مهم. التشوه واضح، بس انه تشوه واضح واحيانا غير قابل للرجعه، يعني بصير تقدم الفك في بده جراحه لحتى نرجع له اياه. لذلك هي من الاختلاطات المهمه جدا. غير اختلاطات ثانيه، موضوع اللي بنسميه القلب الرئوي، اللي ممكن يصير مشاكل قلبيه ناتجه عن سوء التنفس الانفي. تمام. طيب دكتور، شو الفرق بين هي الناميات والقرينات؟ هي كثير بيغلطوا الناس. نحن هون المشكله انه هون يعني هون بنتي نحن على طول بنقول انه لازم نعرف شو يعني قرين، لازم نعرف شو يعني ناميات. الناميات يمكن الاستغناء عنها، يمكن استئصالها. القرينات عباره عن شو القرينات؟ ليش الله خلقها هون بجدار وحشيه؟ نحن عندنا انف، جوف انف مربع، تمام؟ قسمناه بالنص بالوتيره، صح؟ تمام. صار عندي انف ايمن انف ايسر. ليش خلقت القرينات انا بجدار وحشيه؟ بدي كبر غشاء المخاطي. لو اعتبرنا غشاء مخاطي بس المربع كان غير كافي ليرطب الهواء ويدفيه ويعقمه. انا خزيت مو طبعا مو انا خلقنا القرينات لحتى نكبر. شو يعني القرينات؟ عباره عن تلاتيع، عباره عن اندفاعات عاليه، وبالتالي صارت مساحه غشاء المخاطي كبيره. صار عندك لانه القرين هيك شكله عم يغطي غشاء مخاطي من الداخل ومن الخارج، ويترك لي مسافه اسمها السماخ. هالسماخ كمان لشو خلقته؟ خلقته رح تتنفس منه الجوب. الجوب عم تتنفس عن طريق الانف، وبالتالي بدها منطقه امنه تتنفس منها، فنخلق القرين. طريقه خلق القرين طريقه معقده جدا حقيقه، من الاعجازات اللي بنحكيها عن موضوع الانف انه موضوع القرينات. هلا الانف نحن عم نشتغل له تجميل وعم نشتغل له تغيير شكل، بس نحن جوا نسيانين، وكثير احيانا بنصير عمليات تجميل وبنجور على القرين او بنجور على الوتيره بنعمل مشكله. فنحن بدنا ننتبه بمشاكل تنفسيه معقد جدا. فهالقرين هاد عندي ثلاث قرينات موجودين، سفلي متوسط علوي، عم يقوموا بعملية تكبير مساحة الغشاء المخاطي. تصوروا مساحة الغشاء المخاطي هاي لو فردناها على 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 الأرض بتطلع قد طاولة، وتطلع تصور أنت الآن في هذا مشان كبر لي مساحة الغشاء المخاطي. هالقرين هذا لو أنا جيت قصيته، وكنا قديم نجور عليه بالماضي، شو قلل لي مساحة الغشاء المخاطي؟ بالتالي عندي شيء التهاب أنف ضموري. هذا عندي صار مريض بعد سنتين ثلاثة بيعاني من شيء اسمه نتن أنف، بتصير مرته إذا قربت عليه بتشم ريحة فظيعة ما بتحمل الريحة، وبالتالي هذا إجرام. يعني عمليا القرينات ممنوع الاقتراب عليها إلا إذا كانت ضخمة نعمل لها كوي، وحاليا عم نعمل لها كوي بالراديو فريكونسي اللي هو أمواج فوق الصوت أو ما يسمى الليزر، بيقدم الخدمة بتخف حجمه، أما الاستغناء عنه ممنوع. الناميات تستغني عنها، اللوزات تستغني عنها، ما عندنا مشكلة لأنه في نسيج ثاني بيعوض عنها. أما هون إذا استغني عنها ممنوع إلا الحالات الضخامة الشديدة بنعمل عملية كوي، سواء كان كوي كهرباء بسيط أو كوي بالليزر أو كوي بالراديو فريكونسي. نعم تمام. طب دكتور، خلينا هلا نتجه بحديثنا عن اللوز. باي عمر يسمح لنا باستئصال اللوز؟ هلا حضرتك قبل شوي ذكرت انه نحن لا بنمطر شوي كمان طبعا. خلينا نعرف ليش وايمتى نحن بنجزم 100% انه هذا الطفل لازم انه نستأصله اللوز. تمام. هلا استطلابات استئصال اللوز رح نحيد فيهم على جنب. نقول العمر، العمر ليش اخترنا ان 3 سنين ونص او يكون وزنه فوق 13 لحتى يكون قادر اذا خسر شويه دم، عمليه لوزات نازفه وبالتالي ممكن يخسر شوية دم، إذا خسر شوية دم يقدر يعوضهم طاوض. أما إذا كان عمره أقل ممكن يصير مشاكل، يصير عندي فقر دم بعد عملية لوزات. لذلك لا يمكن استئصال لوز إلا للضرورة القصوى قبل 3 سنوات ونص، هي قولا واحدا. الاستطباب اللي نعمل فيه استئصال لوزات، عفوا دكتور، شو الضرورة القصوى؟ يعني إمتى بتكون الحالة كثير؟ هذا أنا هو اللي بنقدم. أنا الضرورة القصوى طبعا أنا كثير مقل، أنا من الناس المقلين جدا باستئصال لوزات إلا بهالأسباب. عندي تكرر التهاب لوزات عم يهدد بالخطر، عم أكثر يمكن 6 مرات بالسنة، بدي يعمل لي روماتيزم، بصير عنده مشاكل المفاصل والقلب، المفاصل بدها تنعض والقلب بده ينلحس، وبالتالي أنا عندي مشكلة. فأنا هون عندي استطباب. 2، عندي سليب أبينيا اللي هو تقوى التنفس، عم أنا قمت الناميات وما استفدت شيء،
فما فتحت مجرى هواء، اللوزات كبار حجمهم كثير كبير، هذا استطباب للاستئصال. اذا هو الاستطبابات بنسميها استطبابات مطلقه، يعني ولد متوجه للحمل الاسود، ولد عنده مشكله بالتنفس، هول قولا واحدا نستأصلهم وبنفرض على الاهل الاستئصال. باقي الاستطبابات اللي هي التكرر، الالتهاب، اللي هي مشاكل الجرايبيه، ممكن الجرايبيه اللي بتعبي، ممكن يصير فيها نقاش، يعني انت بتاخذي وتعطي فيها. اما هول الاستطبابين بنسميهم استطبابين مطلقين. طبعا عند الكبار في استطباب مطلق اللي هو لا سمح الله وجود ورم، إذا عندي ورم على اللوزة ما في مجال للنقاش، بس أصلي لوزة وتعملي تحليل. أما عند الأطفال سليب أبينا هو توقف تنفس، هذا استطباب مطلق وتوجه نحو الحمى الرسوبية. أنا ما بترك هلا بكل العالم دكتورة، شوفي بكل العالم حريص على أنه يعمل شيء وقائي، ما بتركوا المريض يصير عنده حمى رسوبية بعدين نعالجه. صحيح. نحن عندنا شوي في إقلال، نحن عندنا ثقافة أنه أتركوا إياهم بركي بيفيدوه. نحن قلنا بالبداية شو قلنا؟ أن حلقة فالداير هي عبارة عن مجموعة من النسيج اللمفاوي المنتشر بكل البلعوم اللي ممكن انت اللوزة في غيره بيعمل محله. صحيح. لأن عندي مجموعة من النسيج اللمفاوي منتشر بيقدر يغطي عنه غيره، فأنت استئصال لوزة ما بيغير شيء من مناعات الناس كلها، وخاصة الجدات بتقول لك لا قام لوزن راحت مناعته، فبصير قرار عند الجدة، يعني عفوا يعني على راسنا وعيننا وكذا، فتسأليها أنت يعني عفوا منين أخذ المعلومة؟ هي للمناعة وهي لكذا، عرفت شلون؟ فبصير عندي أطفال بسبب قرارات الاهل الخاطئه صار عنده حمى رسوبي، وبالتالي انت عم تعاني من قصه بالمستقبل. هذا بده تبديل صمام، بده مشاكل مفصليه، عنده مشاكل كثير، هذا عوقتيه عن العمل. بالعالم كله عنده شيء اسمه الوقايه، انا يعني بعمل عمليات، طبعا بامريكا هي اعلى عمليات اللي بتصير هي عمليات الوزن، احنا بنقول هون نحن اقل، لا نحن هون بنخاف، الاهل بيخافوا، بس نحن بنقول اذا في استطباب، هول الاستطبابين هن استطبابين مطلقين، يجب ان يتم استئصال اللوزه، والعمر المناسب هو 3 سنوات ونص فما فوق. لا تستنوا للسته، لا تستنوا للسبعه، في كثير مرضى لعمر المدرسه، لعمر الكذا، حتى في توجهات بعض الاطباء العامين بتوجه انه خليه يتاخر شوي، معلش لو تاخر احسن له، هذا خطا، لانه كان عم يصير عندي تراكم بمفرزات الزفان الجراثيمي اللي هي عقديات بقلب الجسم، وبالتالي عم تشكل حمى رسوبي وانا عم اتفرج على الطفل، وهذا شيء يعني يعتبر خاطئ جدا. طيب دكتور، بما انه عم نحكي عن عمليه اللوزات، اذا بدنا نحكي بقى مين هن الاشخاص اللي مضاد استطباب ما ننصح انه هن يستأصلوا اللوزات؟ تمام. طبعا عندي امراض الدم مثل التلاسيميا، مثل الناعور كذا، هو ممنوع ترجع له نهائيا تستأصلوا اللوزات، هو مهمه جدا. غيره لا، ما في يعني مضاد استطباب، ما عندي غير الامراض الدمويه اللي ممكن تكون، لانه عمليه اللوزات عمليه نازفه تفتح الاوعيه، واللوزه مغذيه باربع او خمس شرايين، يعني عمليه مو هي على بساطتها، وانما هي تحمل ما تحمل من اختراطة النزف. يعني نحن بنقول بنفهم الاهل انه اذا صار شويه بصاق دم او لاحظتوا انه عم يراجع دم مع الولد عم ينزف، ما بتستنى عم تفرج عليه، هذا بصير في مشكله، لانه عندنا نحن اكثر من شريان بتدخل بتغذيه اللوزه بسبب اهميتها. وبالتالي احنا المرضى اللي عندهم مشاكل دمويه، سواء كانت تلاسيميا او سواء كان عندهم مشكله مثل الناعور، مثل امراض الدم، هول مضاد استطباب، غيره ما في اسباب استئصال اللوزات. نعم. تمام. طب دكتور، خلينا نحكي شوي عن الوقايه اللي نحن ممكن نعملها مشان نحن ممكن نحافظ على اللوزات، او ممكن يعني نمنعهم من الالتهاب، او نخفف حتى من حده الالتهاب. التلوث دكتوره، شوفي نحن عاده هلا بيلتهب بلوزات ولد بس بالبيت او بالصف، كثير من العالم منا بروح على الصف بيلتهب بلوزاته، طبعا رح يعمل عدوى للكل. تمام. فبالتالي عدم التجنب، عدم الوقايه، عدم الانتباه، نحن وقت كان في هجمه كورونا فكنا كلنا مستنفرين، لا صحيح. تستعمل كاستي، لا تستعمل محرمتي، حط الماسك، حط كذا، اللي مريض اللي عم يسعل ساعه بسيطه كنا مستنفرين منه انه هذا صحيح. طيب والملتهب لوزاته كمان لازم ننتبه، لازم تنتبه انه هذا اذا التهب لوزاته رح يعدي كل العيله، وبالتالي التجنب، يعني تجنب التعرض او تجنب الملامسه او تجنب العلاقه مع المريض. عفوا بلا ما اطول حديثك دكتور، هلا نحن صار عندنا طفل التهبت لوزاته، نحن حصرا انه بدنا نعطيه دواء التهاب يعني كل مره كل مره كل مره؟ لا دائما خذي بالك، هلا نحن دكتوره شوفي نحن هون بدنا نفهم الاهل، مو كل التهاب لوزات يعني التهاب لوزات جرثومي. تمام. يجب ان انا حابه ضوي على هي النقطه، لانه امتى ما التهبت بتلاقي تعرفيه انت دكتور عادي بلاقي هذا اكثر شيء بنحكي ونوعي عليه. مرات الالتهاب احنا اذا اتفقنا وقت كنا ندرس طب شو نقول ندرس طلابنا؟ انه 5 مرات بالسنه، 4 مرات على سنتين، 3 مرات على 3 سنوات، مو اتفقنا هيك على الاستطباب اللي حطينا بروتوكول؟ طيب انا هي المره شو هي؟ المره يصير في التهاب لوزات قيحي جرثومي وليس التهاب لوزات فيروسي،
يعني انا عندي في التفريق والطبيب هو بيقدر انه هذا التهاب فيروسي ولا قيحي ولا جرثومي، يعني انا ما بصير انا والله اخذ مجرد انه حسيت انه ذاتي عم يوجعوني بشوفوا الانتيبيوتيك، بالتالي انت شو عم تقلل المناعه؟ هون احنا دخلنا الانتيبيوتيك لحتى يقلل المناعه، ما هي اذا التهبت اللوزي حتى لو التهاب جرثومي، انا من الناس بقول حتى لو التهاب جرثومي اترك اللوزي يتعرف على الجرثومه وتعمل مناعه جيده، اذا ما بدنا نحكي عن موضوع استئصال، لان عم نحكي عن الناس العاديين، تمام؟ اذا التهب حلقه والتهب اللوزات والتهب الجيوب، استنى عليه يومين او يوم ونص او يومين حتى يتعرف جسمه على الجرثومه وبتقدر انت عم تعمل له شو اسمه مناعه ايش مكتسبه، وهذا الشيء مهم جدا، صحيح. احنا لازم توجه للثقافه، انا عندي مرضى استجابوا لهالقصه وطفلهم وقت كان عمره يوم واحد كنا عم نقول له ديروا بالكم دواء التهاب لا تعطوه، لثلاث اشهر هو اخذ مناعه من امه، وبالتالي ما في حاجه دواء التهاب، وبالتالي احنا ممكن ناسس له مناعه جيده، في عندي اطفال الان عمرهم 12 13 سنه ما اخذوا دواء التهاب لحد التالي نهائيا، وهي ثقافه لازم تنتشر، يعني هلا بلشت تنتشر ليش؟ لانه صاروا يجونا من اوروبا، بتعرفي باوروبا ما بيعطوا دواء التهاب بالزور حتى يعطوا دواء التهاب، وبالتالي صار عم يجيني ناس يقولوا لي دكتور نحن باوروبا ما كان يعطوا يتعالج بالمسكنات او بالمي وكذا، هي فكره صح. يعني انتم مستغربين انتم عم تحكوا هيك انه انت انا احيانا كنا نعطي لمريض سيتامول او مثلا نعطيه مسكن وكذا يطلع على الصيدلي يقول له مكتبي دواء التهاب يقول له لا يرجع لعندي دكتور انت مكتبي دواء التهاب طب انا كنت عم فهمك انه هذا التهاب باوله او فيروسي او كذا فلذلك مو كل التهاب نحن بندخل الانتيبيوتيك هذا حكي لازم نعرفه نفهمه بيعمل يعني تعنيد على العلاج مستقبلا احنا مشكلتنا هلا احنا ب 2050 دكتوره رح نوصل لمرحله ولا دواء التهاب رح يفيدنا صحيح مقاومه وتعنيد على الصادات لانه اليوم احنا قد ما كنا في 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 تسارع الصادات اللي عم تنتشر صحيح. فانت جيل ثالث سيفيلا سوبرين جيل رابع كذا وبالتالي الجرثومه هي عم تكون اشطر منك وبالتالي هي عم تعند اكثر زراري وتعني طب احنا شو الثقافه نرجع لثقافه 66 اللي كان ما كان ياخذ شيء اذا كان ماكسيموم كان ياخذ البنسلين او ياخذ خافض حراره بس طب الحكي قلت لي والله بترجع لورا مو برجع لورا بدي ارجع ابني مناعه صحيح نسعى انه هالولد هذا يكون عنده مناعه جيده جدا والموضوع تمام. سهل يا جماعه مو صعب يعني انا بلش ثقافي مع الام مع الاهل انه طولي بالك اذا التهبوا لوزات ابنك استني اول يوم ثاني يوم بعدين بنحكي بدواء التهاب تمام شكرا كثير لك دكتور شكرا كثير لوجودك معنا شرفتنا وضويت لنا على كثير معلومات كنا بحاجتها يعطيك العافيه دكتور اهلا وسهلا هلا فيك دكتور